التمور المصرية ملف كبير جداً. مصر بتمتلك حوالي 18 مليون نخلة في مساحة 280 ألف فدان على الأقل، منها 2.5 مليون نخلة مجدول ومليون نخلة برحي، و15 مليون و500 ألف نخلة تقريباً بتنتج التمور الصعيدي والسيوي والسكوتي وغيرها. وإحنا أصحاب أكبر إنتاج في العالم من التمور، ولكن صادراتنا لا تتناسب تماماً مع كم الإنتاج. دلوقتي هنقابل المهندس خالد الهجان، رئيس شركة الهجان جروب ورئيس لجنة التمور في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهيكلمنا عن خطة النهوض بصادرات التمور المصرية. عندنا النهاردة حوالي 280 ألف فدان مزروع بالتمور، عندنا 18 مليون نخلة، وهكرر كلمة حضرتك، احنا أكبر دولة بتنتج في العالم والأقل في التصدير. ده كلام مظبوط جدا. حضرتك النهاردة رئيس اللجنة. أيوه. مطلوب منك تحط خطة عشان نبقى أكبر دول العالم تصديرا للتمور. تمام. إيه الخطة؟ الخطة هي كلها متجهة ناحية إزاي أوصل للتصدير لأعلى مستوى ممكن وأكبر كميات ممكن. وبالتالي أولا لازم أفهم الأسواق اللي برا. فابتدينا نحاول نعمل دراسات تسويقية للأسواق الخارجية. حددنا العالم كله في ثلاث مراحل، 10 دول في المرحلة الأولى اللي هم الدول الكبيرة، وتراسلنا مع البعثات التجارية علشان يقولوا لنا الشركات في كل دولة اللي بتنفذه، وحصلنا على أسعار. فكانت العملية محتاجة في حدود 5 إلى 5.5 مليون جنيه علشان نقدر نعمل الدراسة دي، وتوقفنا مستنيين بقى نوجد المال ده. في جزء حطه المجلس التصديري، ونحاول نجمع بقية الأموال دي عشان نقدر نتمم الدراسة دي، عشان نرجع دراسة دي تفصيلية جدا، يعني فيها كل بتقدم إيه. الدراسة دي هتقول للمصدر لما أخاطب الجملة أقول إيه وأعمل إيه، أسعار إيه، أنهي ماركت استراتيج، مين المنافس بتاعي، إيه الميزة التنافسية بتاعتي وإيه الميزة التنافسية بتاعته، إيه القيمة الحالية في الأسواق الموجودة، إيه التعبئة، إيه الألوان المطلوبة في الأسواق، المستهلك عايز إيه، المستورد عايز إيه، السوبر ماركت عايز إيه. دراسة شاملة كبيرة. المصنع مطلوب فيه إيه. دي بتتكلم عن كل أسواق العالم ولا؟ بتكلم دي العشرة الأساسيين. تمام. اللي فيهم أستراليا وفيهم اليابان وفيهم الصين وروسيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية وكندا. كنا بنهدف لأكبر أسواق دي والبرازيل. طيب تاني مرحلة قلت لي أول حاجة كلمنا عن الدول الأسواق. من ناحية تانية ابتدينا نحاول نعرف من جوه احنا عندنا ايه عشان اوفق بين الاثنين دول. فكان من جوه دي ما عندناش بيانات خالص، ورحنا حتة كتير وجهات كتير قوي ما فيش بيانات لاي حاجة، بيانات نقدر نعتمد عليها في حاجة كلها تقريبية او لا تقريبية وتقريبية قديمة مش جديدة كمان. فقررنا نمشي باتجاه تاني، نعمل الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور، وبالتالي يبقى انا عندي فكره اقدر ازرع فين بقى احصل على اعلى عائد من اعلى من الاستثمار اللي بحطه، ونبتدي نعيد تنظيم الخريطه. لما نعمل كده هقدر ابني عليها كمان حاجه ما يسمى لا اسميها انا الخريطه الاستثماريه، ودي ان شاء الله السنه الجايه نقدر نخلصها، ويكون التكامل اتوجد بين التصنيع والانتاج والتعبئه والنقل عشان اقدر اصدر، وبالتالي يبقى عندي منتج طالع بجوده عاليه طالع للاسواق المطلوبه مني. احنا ارقامنا ايه لغايه النهارده في 2022 الموسم التصدير الحالي؟ الحالي احنا قربنا من 50 ألف طن. حلو. يعني كده زيادة حوالي 10,000 عن 2021 بالظبط. لا في برحي كمان ابتدى يتصدر، فدي خطوات كويسة الحقيقة. يعني في بعض حاجات تتعمل لكن لسه ما دخلناش في أسواق كبيرة بأحكام كبيرة والأسواق الأساسية بالذات يعني.